بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في الحلقه رقم 53 من برنامجنا البحث عن الحقيقه في الكتاب المقدس. ما زلنا بنتكلم في سفر التكوين، لكن طبعا مش هنقدر نتكلم عن سفر التكوين كله، هنتكلم عن بعض الموضوعات اللي ممكن تكون مهمه، وان شاء الله فيما بعد لو في اي وقت مناسب نقدر ان احنا نتكلم على نقطه نقطه او موضوع موضوع. طبعا الغرض اللي من أجله كتب سفر التكوين، أو يعني سفر التكوين إيه الغرض منه؟ إن احنا بنعرف زي ما قلنا قبل كده بداية كل الأمور، بداية الخليقة، بداية الكائنات، بداية الحياة على الأرض، كل البدايات بيتكلم عنها سفر التكوين. بيتكلم أيضا عن بداية حياة أبونا إبراهيم كالجد الأكبر للشعب العبراني اللي هو فيما بعد أو هيكون شعب الله المختار بعد ما أبونا إبراهيم هيسيب المكان اللي عايش فيه حسب أمر ربنا ويروح للمكان اللي ربنا هيوريه له، ويبتدي يكون ليه علاقة خاصة بالله بعد عبادة الأوثان. طبعا عشان كده قصة السفر هي عبارة عن خليقة اللي عملها ربنا وأهمها الإنسان، وبعد كده يتكلم إزاي الإنسان كان عايش مع ربنا في حياة كلها قداسة وحياة كلها طهارة، إلى أن الإنسان أخطأ بغواية الشيطان لما تكلم مع حواء، وحواء بعد كده تكلمت مع آدم، وبعد كده إحنا للأسف ورثنا الخطية وسميناها الخطية الجدية اللي إحنا فيما بعد بنعمل أو الكنيسة بترتب سر اسمه سر المعمودية اللي بتخلصنا من الخطية الجدية زائد الخطايا الفعلية إلى يوم المعمودية. يتكلم كمان سفر التكوين عن موضوعات أخرى زي برج بابل اللي فيه ربنا بلبل ألسنة الناس لأنهم كانوا عايزين يعملوا برج عالي، هنتكلم طبعا عن الموضوع بالتفصيل لما نيجي نتكلم عنه. بعد كده يتكلم سفر التكوين على نسل أبونا إبراهيم، طبعا بما فيه إسحاق ابن الموعد والقصص اللي تخص إسحاق هندرسها أيضا في مكانها، وبعد كده يجي يعقوب اللي أصبح بعد بركة ربنا ليه اسمه إسرائيل، ويصبح هو أبو شعب إسرائيل أو شعب الله المختار في ذلك الوقت. وينتهي سفر التكوين بعد 50 إصحاح بخبر موت يوسف الصديق اللي احنا عرفنا جه مصر ازاي، وبعد كده بعد جاب إخواته، وبعد كده جاب أقاربه، وأصبح ليهم مكان في مصر، وأصبح الشعب العبراني ليه مكان جوه مصر إلى أن خرج من أرض مصر بعد الضربات العشرة زي ما هنيجي في الكلام عنه في سفر الخروج. نتكلم دلوقتي عن نقطة مهمة موجودة طبعا أو هنتكلم عنها في كل الأسفار، وهي الفكر اللاهوتي اللي موجود في كل سفر، وأيضا هنتكلم عن نقطة أخرى في وقت آخر عن السيد المسيح في كل سفر، إزاي نشوف المسيح في كل سفر. نبتدي كلامنا النهاردة عن الأفكار اللاهوتية اللي موجودة في سفر التكوين. أول نقطة نتكلم عنها في الفكر اللاهوتي في سفر التكوين هي وحدانية الله. لازم نعرف يا أحبائي أن احنا ككنيسة أرثوذكسية قبطية بنؤمن بالله الواحد زي ما احنا بنقول في قانون الإيمان في أول عبارة، بالحقيقة نؤمن بإله واحد، وكلمة بالحقيقة هي تعني أن احنا كل الكلام ده مسنود على الكتاب المقدس زي ما هنشوف مع حضراتكم دلوقتي. في سفر التكوين 1:1 يقول كده: في البدء خلق الله السماء والأرض. خلق الله، وهنا تكلمنا عن الله الواحد. أيضا في تكوين 2:17 يقول كده: وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتا تموت.
فهنا ربنا بيتكلم ان هو ليه سلطان وليه سيادة. هو ده الله الواحد اللي هو خلق العالم كله، وهو ده الله الواحد الذي نؤمن به. ايضا ربنا لما كان بيجي يتكلم مع الانبياء زي ابونا ابراهيم كان بيتكلم بسلطان. نشوف كده في تكوين 15-18 كده يقول: في ذلك اليوم قطع الرب مع ابراهام ميثاقا قائلا: لنسلك اعطي هذه الارض من نهر مصر الى النهر الكبير نهر الفرات. فهنا ربنا بيتكلم مع ابونا ابراهيم بسلطان، وزي ما ربنا قال له ان انت نسلك هيكون زي نجوم السماء والرمل البحار، وبالفعل صار هكذا. بيوضح كمان سفر التكوين مكانة الإنسان عند الله، مكانة الإنسان عند الله. يقول كده في تكوين 1:23: فخلق الله الإنسان على صورته. ما أجمل هذه العبارة، إن الله حينما خلق الإنسان خلقه على صورته ومثاله، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. وهنا يعني الحقيقة من نعم ربنا إن احنا اتخلقنا على صورة الله ومثاله، ولازم يا احبائي ان احنا نكون برضو على قد المسؤولية ان احنا صورة ربنا وعلى مثال ربنا وشبه ربنا. عشان كده الانسان هو تاج الخليقة كلها، وعشان كده ربنا لما خلق الانسان في كل المخلوقات، ربنا بعد ما خلص المخلوقات في كل يوم قال ان ربنا رأى ان ده حسن. اما لما ربنا خلق الانسان فقال عنه انه حسن جدا. كمان من الأمور المهمة اللاهوتية اللي بيبينها الحقيقة سفر التكوين وجميع الأسفار اللي موجودة في الكتاب المقدس، إن الله ده هو الفادي والمخلص لكل البشرية، وليس غيره مخلص زي ما هو قال ليس غيري مخلص. مثلا في سفر التكوين 3:15 يقول كده: وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. تكوين 3:15، وهنا بيبين عن الخلاص اللي هيقوم به السيد المسيح في ملء الزمان. إذن الله هو الفادي، لأن هو اللي عمل كده فعلا. حتى عند اليهود بيعملوا في المعابد اليهودية بيتحط الحية النحاسية كمثال أيضا للصليب على فكرة، حتى لو كان بدون فهم لهذه النقطة. بيقدم سفر التكوين أيضا أن الله الكل القداسة، ودي باينة أيضا في جميع الأسفار، لكن في سفر التكوين بيتكلم أن الله لا يحتمل الشر ولا يطيق الشر. الله دايما يحب الخير لأن هو إله الخيرات. في تكوين الإصحاح السادس من الآية 5-7 يقول كده: ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه، فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته. الحقيقة الآية دي فيها كذا نقطة كده عايزين نتكلم عليها. أن أول حاجة أن ربنا كره الشر اللي جاي من ناحية الإنسان، والإنسان طبعا اللي خلاه يستمر في الشر في اعتقادي أن هو كان ناجح بالشر اللي هو يعني ماشي بيه، وإلا لو ما كانش ناجح ما كانش يكمل في نفس الطريق. وطبعا ما أسهل الأمور اللي فيها شر، لأن الحقيقة الشيطان بيسهل كل الأمور، وما فيش حاجة عنده معقدة وما فيش عنده شروط للخطية. عشان كده الإنسان بيبقى سهل جدا أن هو يمشي بالخطية. وطبعا الخطية زي ما حضراتكم عارفين فيها نوع من أنواع التلذذ اللي ممكن يحبها الإنسان لأنه لسه عايش بالجسد. فدي أول نقطة، أن ربنا كره الشر. فأو حد يفتكر ان مثلا انا عشان ناجح بالشر ان ربنا هيسيبني، لا، ربنا هيسيبني الحين، لان احنا عارفين ان في الوقت ده ربنا قرر بعد كده او في مسافة قريبة ربنا سمح بالطوفان العالمي اللي غرق كل الاشرار اللي هم كانوا مفكرين نفسهم اعلى من ربنا او احسن من ربنا، او ان هم فكرهم صح مع العلم ان هم ماشيين في طريق الشر. اما الموضوع التاني او النقطة التانية في الآية دي او في الآيات اللي احنا سمعناها، بعض الكلمات اللي الناس بتعترض عليها يقولك: فحزن الرب وتأسف في قلبه، فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض. طبعا عبارات ممكن يكون حد مش قابلها، بس أنا عايز أقول إن العبارات دي كتبت بوحي من الروح القدس علشان الناس تفهمها.
خلي بالكم مثلا لما نيجي ندرس الاربع اناجيل هنلاقي في حد كتب لليهود وحد كتب للرومان وحد وهكذا وحد كتب للامم، فكل واحد بيتكلم مع حد تاني باسلوبه. ويمكن في الحلقة اللي فاتت عرفنا ان السيد المسيح نفسه كان بيتعامل مع فئتين، فئة مثقفة وكان بيقول لهم اما قرأتم، وفئة غير مثقفة يقول لهم اما سمعتم. وشيء طبيعي من حضراتكم لما بتيجوا مثلا، انا لو انا مصري رايح مثلا ازور امريكا، فلازم ان انا عشان اكون ناجح ولي علاقات ان اتكلم بنفس اللغة اللي هناك عشان اللي قدامي يفهمني وهكذا. فدي اللغة اللي كان بيفهمها، فربنا كان عايز يوصل شعوره للناس قد ايه الخطية عملت كده، فطبعا لازم ان هو يتكلم بنفس الايه اللغة اللي كان الناس بتفهمها في ذلك الوقت، او لحد دلوقتي احنا بنفهم هذه الالفاظ والعبارات اللي موجودة، زي مثلا حزن الرب، ندم الرب، تأسف في قلبه. ده مش معناها ان ربنا ندم او حزن او كده، لا، هو عايز يبين الشعور اللي جواه. افتكرت دلوقتي حاجة، يعني احنا نفسنا بنعملها، بس انا لما قعدت افكر فيها طبعا العبارة كلها خاطئة. على سبيل المثال مثلا، انا لما اكون راكب اوتوبيس او مثلا راكب قطر او ايا كان، يعني وسيلة المواصلات، لما حد يسألني مثلا انت نازل المحطة، انهو محطة، اي محطة هتنزل فيها، فمثلا بقول ايه، انا نازل المحطة الجاية. فانا الحقيقه جه في بالي سؤال، هي المحطه هي اللي جايه ولا انا اللي رايح؟ طبعا انا اللي رايح من خلال وسيله المواصلات، لكن انا بقول ايه، انا اقول هنزل المحطه اللي جايه، وكان المحطه هي اللي قادمه الي مش انا اللي رايح ليها. ومع ذلك اللي بيسمع مني هذه العباره بيكون فاهم الكلام اللي انا اقصده. ده اللي انا بقوله مثلا، او ده اللي جه في بالي علشان خاطر نعرف نوصل لفهم طبيعة الكتاب المقدس وطبيعة الالفاظ اللي موجودة فيه، ان احنا لازم يكون الكتاب المقدس مكتوب بطريقة او باسلوب او بلغة اللي يقدر كل الناس ان هي تفهمها. بشكر محبتكم ومتابعتكم، ورجاء محبة يعني اللي عنده اي سؤال او عنده اي استفسار يبعته على الميل الموجود قدام حضراتكم على الشاشة، عشان نقدر نوصل لكم معلومات اكتر بنعمة ربنا يعني، بصلواتكم. ولإلهنا كل مجد وكرم إلى الأبد، آمين.